بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel Dr. Marwa Sawi Fun Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory and secondary levels. Thank you for watching. We will talk about lesson 2, activity number 4. What do you already know about starting and stopping? تعال نشوف كده مع بعض. أول سؤال: A pole will not move if you push it with your foot. يعني الكورة مش هتتحرك لو انت دفعتها برجلك. طبعا فول. احنا خدنا قبل كده يا ولاد ان في عندي two forces. التو فورسز دول هما اللي بيحركوا الأشياء. يعني سبب حركة الأوبجيكتس يا ميس هما two forces. أو two forces. أول فورس اسمها البوشينج فورس وتاني فورس اسمها البولينج فورس. بوشينج فورس يعني قوة الدفع، لكن بولينج فورس يعني قوة السحب. طيب تعال نشوف مثال على قوة الدفع كده. أمان بوشز أويل برو. يعني الشخص ده واقف اهو عندي في الصورة بيدفع عربة يدوية، في عربة يدوية في ايده بيحركها، يبقى ده كده بيعمل قوة ايه؟ قوة بوش. طيب وهنا في البولينج فورس أشيلد بولز أتوي كار. يعني شفت البسكوتة التامة دي بتعمل ايه؟ بتسحب العربية اللعبة اللي معاها دي بتسحبها، يبقى دي قوة ايه؟ قوة سحب. يبقى نتفق اتفاق البوشينج فورس دي بتخلي الحاجة تتحرك في اتجاهي، بتخلي الحاجة تتحرك في الاتجاه المضاد ليا، لكن البولينج فورس بتحرك الأشياء في الاتجاه في اتجاهي أنا، يعني بسحب الأشياء في اتجاهي أنا. طب هيجي واحد يقول لي يا ميس طب أنا السوكس يا ميس الشراب بتاعي لما باجي ألبسه أنا بعمل كده قوة صح؟ أقول له آه صح. طب القوة دي بوش ولا بول يا ميس؟ هقول لك لا، الشراب ده انا بلبسه في اتجاهي ولا في اتجاه المضاد ليا؟ في اتجاهي انا. طالما في اتجاهي انا يبقى ده بول. طالما في اتجاهي انا يعني انا بسحب الشيء، يعني ده بعمل بول. طيب the relation between motion with balanced and unbalanced forces. يعني انا دلوقتي عندي two forces. اول force بالنسبة لي اسمها balanced force وتاني force اسمها ايه؟ اسمها unbalanced forces. طيب ايه يا ميس balanced forces دي؟ يعني القوة المتوازنة، والunbalanced forces يعني القوة الغير متوازنة. شايفين اللعبة دي؟ اللعبة دي اسمها شد الحبل صح؟ كلنا جربناها وكلنا عارفينها، شد الحبل. طيب if there are balanced forces، لو في عندي balance force، انا عندي هنا اتنين وعندي هنا اتنين، يعني يعتبر balance force يعني قوة متوازنة، اللي هنا قد اللي هنا. طيب act on an object، بنشتغل على object واحد اللي هو الحبل. طيب الروب، so this object will not move. وبالتالي لو القوة متوازنة يبقى الحبل ده هيتحرك ابدا، الحبل ده هيدنه مشدود من الطرفين، مش هيتحرك ولا يمين ولا شمال، هيدنه ثابت يبقى مش هيتحرك. يبقى will not a move، يبقى في البالانس فورس not move. طب في الانبالانسد فورسز، if there are unbalanced forces act on an object، لو في قوة غير متوازنة على الشيء. يعني بص هنا اتنين اهو وهنا تلاتة، يبقى دي قوة غير متوازنة، يبقى unbalanced forces الحبل هيحصل له ايه؟ the object will move، الحبل ده هيتحرك. هيتحرك ناحية فين؟ ناحية القوة الأكبر the greater force. تعال نشوف
In the tug of war game يعني في لعبة شد الحبل. tug of war game يعني شد الحبل. If the two teams are pulling the rope with equal forces لو احنا بنسحب الحبل في equal forces بقوة متساوية. This means that the forces that act on rope. This means that the forces that act on rope are balanced or equal forces. يعني هذا يعني ان القوة اللي على الحبل ده بتكون balance متوازنة. يعني ايه balance؟ يعني equal forces. So the rope will not move. وبالتالي الحبل مش هيتحرك لان في عندي equal forces. طيب تعال نشوف الـ unbalanced forces. In the tug of war game في لعبة شد الحبل. If one team is pulling the rope with a greater force لو في one team عنده greater force زي هنا. طيب this means that the forces that act on the rope are unbalanced أو unequal forces. بيبقى عنده unequal forces قوة غير متوازنة. وبالتالي ايه اللي هيحصل للحبل؟ الحبل هيتشد ناحية مين؟ الـ greater force. يبقى so the rope move toward the team with the greater force. يعني التيم اللي معاه القوة الأكبر. If an object moves لو في شيء بيتحرك it means that the forces acting on it are balanced. يبقى ده معناه ان الفورسز acting on it are balanced. يعني no طبعا لا، لان الحبل لو اتحرك يبقى ده معناه ان هو unbalanced، في قوة اكبر من قوة فالحبل هيروح ناحية القوة الكبيرة. طيب the unbalanced forces cause objects to move. يبقى القوة الغير متوازنة بتسبب ان الاشياء تتحرك. دي كده true. طيب complete the sentence blue. تعالوا معانا كده. ها هنا the player uses the not force to hit the ball. بيستخدم قوة ايه يا ولاد؟ push ولا pull؟ طبعا هو بيدفعها يبقى اسمها push. بيدفع الكرة يبقى دي اسمها البوش فورس. طيب the man uses the not force to move his suitcase. هو بيسحبها تجاهه صح، يبقى دي بول. اللي بتتسحب تجاهه تبقى دي على طول بول. تعال نشوف اللي بعدها. في لعبة شد الحبل دي انا عندي فورس. الفورس دي بقى بالانس ولا ان بالانس؟ عندنا هنا 3 بويز وهنا 3 جيرلز، يعني بالتالي هو بالانس، بالانس فورس. يبقى اكتب هنا بالانس فورس. يبقى انا خدت يا اما بوش يا اما بول فورس او بالانس او unbalanced forces. يبقى هنا بالانس فورس in tug of war game. طب هنا the boy uses the not force to move his skating board. بيعمل ايه في السكيتنج بورد يا ولاد؟ بيدفعها ولا بيسحبها؟ لا طبعا يا ميس بيدفعها، لان هو بيدفعها برجله في اتجاه الطريق. يبقى ده كده بوش فورس، قوة دفع. objects in motion يعني الاشياء في حالة حركة. an object is in motion if its position changes. يعني اي object عندي يا ميس بيبقى في حالة حركة لو هو اتغير مكانه. if its position changes يعني لو انا غيرت، يعني انا مثلا حطيت حاجة عند النقطة دي الـ starting point. تمام. طيب حطيت موبايل مثلا هنا وجيت اقول الموبايل ده، جيت شوية كده لقيته هنا، فقلت مين اللي حرك الموبايل ده يا ولاد؟ فقلت لي عرفتي ازاي يا مس؟ قلت لكم عشان انا كنت معلمه بالستارتنج بوينت هنا وعايز اعرف ايه اللي غير البوزيشن بتاعه اتغير ليه. يبقى في حد نقله من بليز تو بليز. طيب تعال نشوف. an object in motion if its position changes from one place to another even if this change can't be seen. حتى لو انا ما شفتش التغير ده. طيب the change in position يعني
الاختلاف او التغير اللي حصل في المكان بتاع الشيء ده is compared to something، بنبدأ نقارنه بsomething، بشيء that is not usually moving، بحاجة انا قارنته بحاجة ما بتتحركش، اللي هي ايه ال starting point اللي انا علمت عليها. طيب يبقى دي اسمها fixed point، اسمها fixed ايه point او starting fixing point. يبقى ايه معنى الموشن عندي يا ولاد؟ what is the definition of motion؟ it is any change in the position of an object، يعني هو تغير بيحدث في البوزيشن، في مكان الشيء، تغير بيحدث في مكان الشيء. يبقى it is any change in the position of an object relative to a fixed starting point، وقارنتها او compared to a fixed starting point. يبقى انا عندي تغير في البوزيشن بتاع الشيء relative to a fixed starting point، بالإضافة إلى نقطة ثابتة. طيب example of an object motion، أنا هدي مثال. لو أنا مسكت دلوقتي كورة، الولد اللي قدامي ده في الصورة ماسك كورة ومحدد البوينت بتاعته إن هي جنب إيه؟ جنب الشجرة. طيب هو واقف جنب الشجرة وحرك الكورة، وحرك الكرة ورماها علشان توصل لمين؟ علشان توصل للبنوتة دي. طيب يعني كده the boy holding، يعني الولد مسك الكرة in starting position. ايه هو ال starting position ده؟ which is close to the tree، اللي هو بيكون قريب من الشجرة. ده كده حددت ان الشجرة دي عبارة عن ال starting point. When he throws the ball it will move by the pushing force through the air، يعني لما الولد ده هيرمي الكرة هتتحرك بقوة الدفع اللي هو ادهلها. يبقى it move by pushing force، يبقى اللي حصل للكرة ده pushing force، قوة دفع، through the air، عبر الهواء. Then the ball will drop، الكرة دي will drop into a hand، the hand of the girl، يبقى البنت هتمسك الكرة بإيديها. By the bowling bush، هي هتمسكها بإيديها، يعني الكرة رايحة في اتجاه البنت. يبقى البنت بتعمل للكرة ايه؟ بتعمل لها قوة سحب، bowling force. يبقى then the ball will drop into the hand of the girl by the bowling force of ايه بقى يا ولاد؟ of gravity. انا عندي قوة هنا اسمها البولينج فورس. البولينج فورس اللي هتوقع الكرة تاني في ايد البنت ومش هتخليها تطير في الهواء كده لفوق وهتخليها تنزل تاني، القوة دي اسمها الجاذبية، قوة الجرافيتي. what is the meaning of gravity؟ gravity it is the force، هي القوة that pulls objects. يبقى ما شوفش واحد يا حبايبي جاي يقول لي ان الجرافيتي بوشينج فورس، لا، الجرافيتي عبارة عن بولينج فورس. يبقى it is the force that pulls objects down towards the earth، هي اللي بتنزل الحاجات تاني الى الارض، وهي اللي مخليانا عايشين اصلا على الارض، ما بنطرش لفوق في السماء. يبقى هي قوة الجرافيتي، الجاذبية. طيب the ball will stop by the pushing force، يعني الكرة هيحصل لها stop بالبوشينج فورس، بقوة الدفع بتاعت البنت، بقوة الدفع اللي هو رماها of the hand of the girl against the ball movement، يعني الكرة هتقف خلاص. by the pushing force of the hand of the girl، يعني بقوة دفع البنوتة against the ball، قوة دفع البنوتة against the ball، يعني حركتها عكس اتجاه الكرة. the position of the ball changes، يعني مكان الكرة طبعا اتغير لو قارنته بالايه؟ بالشجرة. شفت الكرة مشيت قد ايه؟ يبقى اكيد حصل لها force. الفورس دي كانت ايه في الاول؟ كانت pulling force، وتحولت لايه؟
وتحولت لبوشنج فورس، والعكس كمان صحيح لأن الولد عملها بالبوشنج فورس وبعدين البنت خدتها بالبولينج فورس وبقوة الجاذبية. طيب تو ذا تري، بالنسبة للتري هي طبعا اتحركت، والتري كانت عندي هي الفيكسد ستارتنج بوينت، هي اللي انا حددت من خلالها الكورة مشيت قد ايه. طيب تعالوا نقرأ الكلمات مع بعض يا ولاد. موشن يعني حركة، نسبة الى يعني ريلاتيف تو، هولدينج يعني امساك، يرمي يعني ثرو، يسقط يعني دروب، الجاذبية يعني جرافيتي، بداية يعني ستارتنج، مكان يعني بوزيشن، قريب من يعني كلوز تو، اتجاه يعني توارد، نقطة ثابتة يعني فيكسد بوينت. وبكده يا ولاد نكون خلصنا درس النهاردة، خدنا تو اكتيفيتيز، اكتيفيتيز نمبر 4 ونمبر 5. طيب ناخد بس الحتة الصغنونة دي. some motion are easy to see، بعض الحركة بيبقى سهل ان احنا نشوفها. زي ايه يا مس؟ a person walking down the street، يعني في شخص بيعدي الطريق، انا شايفاه ولا مش شايفاه؟ طبعا شايفاه، يبقى a person walking down the street كان easy to see، كانت سهل ان انا اشوفها. والليفز موف باي ذا ويند، ذا ويند بلوينج، ويند بلوينج يعني هبوب الرياح. طيب لما بتيجي رياح قويه جدا بتحرك الليفز، الاوراق بتاعه الشجره، طب انا شفتها ولا ما شفتهاش؟ لا قدرت ان انا اشوفها يا مس. يبقى في حاجات اقدر ان انا اشوفها، حاجات بتتحرك اقدر ان انا اشوفها، لكن في موشن تانية انا ما بقدرش ان انا اشوفها. زي ايه يا ولاد؟ some motion are hard to see، يعني بعض الموشن ما بقدرش ان انا اشوفه. زي ايه؟ زي rotation of the earth around the sun، زي دايما يقولوا ان الارض بتتحرك حوالين الشمس، حول الشمس. طب يا ميس انا ما بشوفش الروتيشن ده، انا ليه ما بشوفش الروتيشن دوران الارض حول الشمس؟ انا ما بشوفوش لان في موشن بتكون هارد تو سي، لان دي موشن بتكون هارد تو سي، صعب ان انا اشوفها. تعال نحل التشيك ده مع بعض. طيب انقط ماست اكت اون ابول تو ستارت موشن، يعني ايه اللي لازم يحصل للكورة علشان الكورة تبدأ حركة؟ طبعا هختار فورس، بيحصل عندي بقوة، القوة هو ده تعريف ايه القوة، ان هي قوة ممكن تحصل للبول عشان تبدأ الحركة. so the nut of the ball will change، فبالتالي المكان بتاع الكورة هيتغير. طب مكان هنا يعني ايه؟ يعني position، يبقى the position of the ball هيتغير. طيب there are two types of force، في عندي نوعين من الفورس، which are a push force and not force، يبقى pull force قوة الدفع وقوة السحب، that cause the motion of any object، يعني ده سبب حركة أي شيء. يبقى اكتب هنا ايه يا ولاد؟ motion. طيب بيقول لي هنا تهب يعني blowing، خدناها قبل كده في الwind blowing اللي هو هبوب الرياح، يبقى تهب يعني blowing، شارع يعني street، rotation يعني دوران. ان شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله نبدأ مع بعض في activity number 6 اللي هي الforce، القوة، وهنشوف تعريف القوة ايه ونشوف انواعها ايه وبتتحرك ازاي وبتحرك الشيء ازاي. وان شاء الله ألقاكم على خير الفيديو اللي جاي، ويلا باي باي.